هلو هلو كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايز نهاركم؟ كنتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال واموركم كلها تكون بخير وعلى خير نتوما والحباب والصحاب. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو غادي تكون عباره على فلوغ، يعني ما غاديش تكون روتين ديال الدار وداكشي، غادي يكون عباره على فلوغ بما انه غادي نسافروا لواحد المدينه على ود شي حويجات. مهم، ماشي غادي نسافروا للسياحه، ماشي غادي نسافروا باش نمشيو زعما ندورو وداكشي، وانما غادي على شي اغراض. دونك ما غاديش نشارككم معكم دابا حتى نوصل لديك البلاصه وتشوفوا كل شيء بعينيكم. دونك فوالا هادشي اللي كاين، قلت نشارك معكم هكا فيديو باش هكا نبدلو شويه وسيرتو كيعجبوكم هاد النوع ديال لي فيديو ديال لي فلوغ ونديكم معايا بلايصات. سيرتو هاد المره غادي نشارك معكم واحد الحويجه اللي زوينه بزاف. دونك بما انه هاد المدينه اللي غادي نمشيو ليها كتعتبر مدينه هولنديه، فقنا شويه بكري حيت عندنا الرونديفو مع 3:30. دونك يا ربي نجيبوها هي هذيك مع الطرق، راكم عارفين الطرق كم طرق ليت طرق جوج ديال السوايع وزياده عاد لو وقفتي ما نعرف واش توقف واش يكون شطا واش ما نعرف. المهم دونك صافي فاخت كيف العاده. المهم لا روتين ديال كل صباح اللي كندير، لبس حويجاتي، لبس حويجاتي. دابا غادي ندير لاكريم ايدغاتون، غادي نيدغاتي وجهي بهاد لاكريم ديال دراري صغار ديال بيناتين زوينه هادي بزاف كترطب، هادي كنشريها لولدي وكنديرها حتى انا. المهم هاد شنيتي فات خرجوا ليا العقل، هاد شنيتي فات خرجوا ليا العقل. نقد شويه شعري افشل بنات، غادي ندير يمكن هاد البوندو، ولكن كيف ما كتشوفوا هنا عندي واحد الشنيت فات. دونك غادي نستخدم هاد لالاك، ماشي لالاك اون فيت، هادي كتجي بحال شاوم وهي اللي كتفيكسي لك الشعر، وكناخذ نمره 3 باش ما كتقصح الشعر حيت فريمون هادوك اللي كيكونوا نمرة زايدة كتصلح الشعر. نقلب هذا هكا باش تفيكسي داك الزريبات ميبقاوش طايعين السما. حيتاش فغيمون كيديرونجيوني كيديرونجيوني كيديرونجيوني، فهمتش؟ غادي ندير غير بوندويا هكا فوالا باش نبقاو مزيانين. بحال هيدا وحنا واجدين. دابا غادي نمشي غادي نوجد الكارطابل ديال امير بين باس لي العصير وداكشي ديالو كله ونخرجوا على بركه الله نبداو النهار ديالنا. بقاو حتى الاخر ديال لا فيديو، الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي امتي لايك كومونتير زوين بحالكم وتشتركوا في القناه الا ما مشتركينش، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنبغيكم بزاف بزاف، نبداو النهار ديالنا.
المهم كبدات هنا كنت وصلت للبلاصه فين قلت لكم في الاول جايه على وديتها لهولندا اوتريش. الصراحه كنت جايه على ود هذا المحل اللي سميتو كلاسي اند فاب. هذا المحل كيبيع اللباس التقليدي القفاطن التكارشات الجليلبات. صراحه انا شفت السيت ديالهم اونلاين كنت درت عليه واحد لانفلونسوز ومنين دخلت عندهم الصراحه لقيت دي موديل اللي زوينين بزاف واثمنه ريزونابل سكيفي. فضلت انني نجي للمحل ديالهم. غير هو المشكل اللي لقيت انه هذوك لي موديل اللي كنت دايره في بالي اللي كنت جايه الا وديتهم لقيتهم كلشي تباعوا. عرفتوا ما شاء الله الناس كيشيو من عندهم بزاف. دونك لي موديل اللي كنت جايه الا وديتهم لقيتهم كلهم تباعوا وبقاو غير ديتاي اللي كبارين الصراحه ودي كولور اللي ما عجبونيش. انا كنت دايره في بالي هكا دي موديل اللي كنت جايه على وديتهم ساعه كلشي تباع. دونك قالوا لي غادي يجيبوا لا نوفيل كوليكسيون قبل العيد. كيف ما شريت حتى شي حاجه قلت حتى يجيبوا لا نوفيل كوليكسيون ديك الساعه نرجع عندهم ان شاء الله. وهذا ما كان اما الشيء الاخر كلشي عندهم زوين الصراحه. انا رجعت لكم الصراحه اخر مره شفتوني في الدار يعني من تما ما صورت لكم حتى شي حاجه. كنت قلت لكم بلي كونكو جايه لواحد المدينه سميتها اوتريش في هولندا كتبعد علينا هكا بشي جوج سوايع او شي حاجه. كنا جايين على ود لواحد المحل سميتو كلاسي اند فابولوس ولا شي حاجه بحال هكا كلاسي اند فاب. المهم شي حاجه بحال هكا كيبيع داك الملابس التقليديه. وليني منين وصلت لقيت هذوك لي موديل كلهم اللي شفت اونلاين لقيتهم ما بقاوش ولا بقاو ولي طاي يعني لا طاي ما بقاتش ديالي حيت انا كنلبس اس ام على حساب. دونك لقيت لا طاي ما بقاتش سكيفي ما شرينا حتى شي حاجه كيف ما شينا حتى شي حاجه واضطرينا اننا نرجعوا. دونك بما انه رجعنا قلت بما انه صافي يعني البلان اللي مشينا عليه طلع ما كاينش وما لقيناش حويجات ما لقيتش داكشي اللي كنت باغا نمشي نشري. قلنا غادي نقلبوها امستردام غادي نرجعوا لامستردام باش غادي يكونوا المحل امستردام هنا كيكونوا المحلات محلولين سواء السبت سواء الحد. عندهم دائما المحلات محلولين. قلنا غادي نجيو لامستردام و غادي نشريو شي حويجات الامير ونشوفو شي حويجات لقنا حويجات لينا غادي نشريو حويجات لينا مي سينو. المهم جينا اكثر يا لود امير و اومين طون كان نبدلو الجو باش ما نتماش نمشي ديالنا جات هنا اومزونس يعني جينا على والو. دونك فوالا هادشي اللي كاين. هداكشي الصراحه اللي جيت عليه كله ما لقيت حتى شي حاجه من داكشي اللي كنت باغا. لي طاي صراحه لقيت غير لي طاي الكبار اللي كانوا بقى كانوا في بالي دي موديل هكا كنت جايه نيشان زعما مقصداهم انني هما اللي نشريهم. وديك ساعات الا بانت لي حاجه اخرى هذيك ساعات نشريها مي سينو ما لقيت حتى شي حاجه من داكشي اللي بان لي. كلشي طار بقاو غير لي طاي اللي كبارين ولا شي لوينات لي طاي اللي صغارين اللوينات اللي فيهم ما عجبونيش. دونك هذا ما كان. وبما انه جينا حتى لهنايا وضيعنا بزاف ديال الطريق قلنا ما نضيعوش النهار ديالنا هكا على والو قلبنا امستردام. صراحه شحال بعيد على 40 دقيقه ما اين اش 3 نص ساعه 30 دقيقه بعيده امستردام بعيده على اوتريش ب 30 دقيقه يعني من كتكون جايه لاوتريش كدوزي على امستردام. دونك جينا هنا لامستردام باش نشريو حويجات وداكشي ونشوفو. دجا هنايا بان لينا الناس بلا ماسكات بلا حتى شي حاجه وكلشي فاتح. قلنا نستغلوا الفرصه ما تكونش باش ما تسمش يعني الخرجه ديالنا مشات على والو. وهذا ما كان. هانتوما معايا حتى الاخر ديال لا فيديو ويمكن غادي نرجعوا نفطروا عند خالتي حيت خالتي صونات ليا قالت بلي غادي تجيو تفطروا عندي وهادي وصافي يمكن غادي نكملوا الفيديو عند خالتي. عرفتوا البنات غير باش نلقاو بارك جلسنا شي ساعه وحنا كنقلبوا كنكتبوا هكا باركينغ في الانترنت باش نشوفوا لي بارك اللي قرابين لي باركينغ اللي قرابين. كيدي كلشي باركينات بعادين خصك تمشي 20 دقيقه على رجليك باش توصلي سونتر فيل. دونك هذا اقرب بارك فين لقينا ولكن هنا الباركينغ غالي بزاف اويلي 15 اورو ساعه 15 اورو هي 150 درهم الساعه بزاف غالي بزاف.
مع البنات جالسين كندورو واحد شوية جالسين كندورو يعني جالسين وعم ندور يعني عم ندور لا جالسين عم ندور جالسين كندورو نفس المكان جالسين شو جالسين عم ندورو لما كندورو فهمتي جالسين عم ندورو هلا يعني نحن هلا عم ندور يا هلا بس مو جالسين جالسين عم ندور يعني جالسين يعني يلا يمكن المعلم ما يخلونا حد يفوت تحت طبعا مع الملابس لا المهم البنات احنا كندورو دابا واحد شوية قلنا من نشوف زعما نديرو الشوبينغ دابا حتى نقربو نمشيو باش هذيك ساعات اون فوا زعما نكملوش نكملو نشريو الحوايج وداكشي نشدو الطريق كيفما قلت لكم اليوم غادي نمشيو نفطرو عند خالتي ان شاء الله عايتو فريمون جو زوين بزاف مازال حاس بالبرد ناين هنا ما في برد بس غادي قريب على النهر في برد يا ومشينا لواحد البلاصه فيها الطيور غادي تكونوا شفتوها وكيجيو يحيدو الامير بومس من لي فريت من يديه حيت شرينا له لي فريت على وديت حنا صايمين هو ماشي صايم هو صايم بس عم يسحر هلا يا ما رحنا تعرفي وين وين هذيك المكان اللي مره صورني حالي فوق اطلع لفوق على ذيك المكان اللي صورنا فيها ما في ماسكة. كورونا ما في ماسكة ما في بوليساي والناس خارجين غير هما انا صراحه يعجبني امستردام الاجواء مالتها نفس تركيا نفس اسطنبول يعني شوف العالم العالم كله تطلع النهار كله عندهم الحياه يعني مستمره ماشي بحالنا احنا يعني بس 6 المغرب بس 7 المغرب خلص كل احد ما قبل بالعكس هين عندهم شوف الحياه يعني العالم كله طالعين يا حلوه زعما ما عندهمش مشكله في الحد ولا في التنين كي الحد كي التنين كلشي كيكون خارج كلشي كيكون محلول لي ماغازان كيكونوا محلولين على مدار الاسبوع يعني ما كيسدوهمش دونك فوالا هادشي باش زوينه الصراحه زوينه فيها الرواج الا كنتو كيعجبكم الرواج يعني كيعجبكم تعيشوا في شي مدينه ما فيهاش الكالم وداكشي غادي تعجبكم امستردام بالحق الا كنت كتعجبكم الكالم والهدوء ما غاديش تعجبكم امستردام صراحه انا من داك النوع اللي طلع لينا الكالم في الراس كان من الهدوء في الراس يا كنبغيو الضجيج كنبغيو الوناسه منين كتخرجي وكتشوفي الشارع عامر ماشي دابا منين كتخرجي وكتشوفي الشارع خاوي كتجيك الملل بحال الا ما خرجتيش دونك فوالا غادي تطلع الرحله ديالنا حسن كاع كنت بلانيناها ما غاديش تطلع زوينه يا صارت هيك صدفه ما كناش كاع غادي نجيو ليها حياتي كلها صدف يا ازوم ما كناش دايرين غادي نجيو لامستردام نهائيا حتى لاخر لحظه جينا نكتبو في النافي وانا نقولو يلا شوف امستردام شحال كتبعد على اوتريش بس احنا وحنا لقينا شنو احنا دائما من نطلع بمكان يعني وين ما بنروح حتى نروح على بلجيكا احنا راجعين نفوت على امستردام من الشمال نشط على الجنوب يعني ما كانش شي بلاصه ماشي ملي كنشوف ديك البلاصه مثلا ما عجبتناش ما كنرجعوش ان شاء الله الدار كنشدو شي اتجاه واحد اخر ايوا هانتوما معانا هانتوما معانا
هذا الليل يحضركم في المسرحيه اللي دالينا انيا. عرفتي فضحنا فضحنا فضحنا، ما بغاش يتمشى معنا في نفس الاتجاه، حنا كنمشيو هكا وهو كيرجع هكا. شوفوا هنا كان ليت كيرجع وهو ما بغاش يرجع، عرفت كيبكي وهو ما بغاش يرجع، كيقول لك والو من هالطريق انا نخلع، بغى يمشي في اتجاه واحد اخر، وحنا راجعين هكا في اتجاه جهه الطوموبيل حيت ما كانش عندنا الوقت. وعاد جا يرجع ويدور على راحته وبقى كيبكي 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 كيبكي، ما بغاش نهائيا انه يتمشى معنا في نفس الطريق. وصافي كبدايات هنا كنا رجعنا كان اذن المغرب، جينا عند خالتين في الظروف، درنا الحمد لله والشكر لله، كلشي كان زوين. المهم دوزنا نهار صراحه زوين بزاف، كنتمنى تكونوا فوجتوا شويه معنا ونكونوا خفافين درافين على قلبكم. كنتمنى تعجبكم لا فيديو، الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي امتي لايك ومرتاحين بحالكم، شاركوا في القناه انما مشتركين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، تهلاو فراسكم بزاف، باي باي.